السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتجدد التحية بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم عبر قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت، وبالتحديد في هذا البرنامج، برنامج ما بين السطور، حيث المواضيع المتنوعة الخاصة بالصحف الصادرة لهذا اليوم. وأكيد بلا شك احنا ننطلق بصحفنا المحلية، وتبدأ من الأخبار المحلية ومن ثم العربية ومن ثم الختام مع الأخبار العالمية. ولكن بالبداية خلوني أرحب بضيفي الناقد الرياضي الزميل ماجد المهندي الموجود معي في هذه الحلقة. حياك الله أبو فرحان. حياك أبو شاهين، رحب فيك ورحب في السادة المشاهدين، وبإذن الله تكون حلقة مميزة مواكبة للعناوين المميزة إن شاء الله بإذن الله تعالى. وقبل ما نروح حق العناوين، أول شيء الحمد لله على السلامة على رجوعك بعدين من الأردن، شلون شفت المواجهة مع الأردن؟ عطني شوية الأجواء ما بعد المباراة والنقطة الجميلة اللي خذيناها من المنتخب الأردني. والله الحمد لله، يمكن النقطة هاي جاب ارتياح، مش فرحة ولكن ارتياح عام لبقائنا في المنافسة. الخسارة لو كانت لا سمح الله كانت تبعدنا عن المنافسة أو تخلي مهمتنا شبه مستحيلة. نعم. الآن أبقتنا بالمنافسة، نفس الحظوظ نملك الحظوظ اللي يملكها المنتخب الأردني أو المنتخب الأسترالي، ولكن بإذن الله النقطة ارتياح عام مش فرحة. صحيح. الناس صورتها فرحة النعلان، بالعكس احنا ارتياح عام لبقائنا في المنافسة. الحين مصيرنا بيدنا، مش مصيرنا بيد غيرنا. صحيح. بإذن الله إن شاء الله، وعودة الروح المعنوية والشكل اللي ظهر فيه الأزرق للدقيقة 70 بالتحديد. صح. أعتقد بعد الخسارة القاسية من أستراليا يستحق الإشادة. وفرحان هذه النقطة المهمة اللي أنت الحين تفضل فيها، لدقيقة 70 رتم المباراة للمنتخب نزل، يعني مع أنه خلينا نقول كابتن ثامر عناد بدل تبديلات أنه شوي يحيي الهجوم مرة ثانية، لكن شفنا التراجع الواضح. عبد البريش يمكن دافع اكثر من انه يهاجم، حسين الموسوي حاول، لكن في امور شويه ردت. هل اللياقه البدنيه كانت؟ اللياقه الطبيعي توقف الدوري، خصوصا اللاعبين القادسيه يمكن كملوا 20 يوم في المباراه هذه ما لعبوا، خصوصا اللاعبين الوسط القادسيه او الاطراف اللي هم عامل معتوق وضاري سعيد. حلو. بالاضافه لخط الوسط الثلاثي قدموا مباراه مميزه جدا. نعم. كانوا نجوم المباراه مع حميد القلاف، الكل كان نجم، ولكن قلت لك ظروف اللياقه تظل اللي توقف الدوري ولاعبين القادسيه ما لعب المباراه، بدها كانت 6-5 القادسيه 5 الكويت. نعم. فلذلك عدم لعب القادسيه توقف الدوري ساهم في هبوط اللياقه. ودعونا نذهب الى صفحاتنا المحليه وابرز العناوين. نبدأ مع السياسة التي عنونت عناد يبحث عن أول انتصار في تجربة تركمانستان اليوم. وفي الأنباء، الإصابة تهدد الهدهود وأنباء عن استقالة عايض. وفي جريدة الجريدة، العربي يواصل عروضه القوية في السلة. وفي القبس، الفاضل يحقق لقب وصيف العالم. حياكم الله من جديد فيما بين السطور وأبرز العناوين، حيث طلعتنا به صحيفة السياسة. عناد يبحث عن أول انتصار في تجربة تركمانستان اليوم. يبحث منتخبنا الوطني لكرة القدم عن تحقيق انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الوطني ثامر عناد، بخلاف تحسين وضعه في التصنيف الدولي عندما يستضيف نظيره تركمانستان على استاد جابر الدولي اليوم في لقاء ودي دولي. ويتعامل الجهاز الفني للأزرق بحذر شديد مع تجربة اليوم في ظل الحاجة لتحقيق الانتصار. حياكم الله مرة أخرى. نعود والعود أحمد، من بعد ما كنا في الأردن وفي استاد عمان وصولا إلى استاد جابر اليوم، توقعاتك لمجريات ما سيحصل في مباراة اليوم بعد استدعاء 4 إلى 5 لاعبين من قبل الجهاز الفني واستبعاد 7 آخرين؟ لا شك أن الاستبعاد نظير للظروف، الاستبعاد الإصابات أو ظروف العمل. حلو. استبعاد 7 لاعبين خوضوا مباراة رسمية وأعتقد بذلوا مجهود. صح. استبعاد 5 أو 4 لاعبين صح التعبير للاستعانة فيهم اليوم متى ما ارتأت الضرورة. أعتقد ثامر عناد راح يبدأ بالأسماء
اللي ما شاركت في مباراه الاردن اغلب الاسماء راح تشارك، لكن في اسماء ما شاركت في مباراه الاردن وكانوا ضمن الفريق. صحيح. يمكن اسم او اسمين على حسب مراكزهم يمكن يزيد فيهم بالتشكيله الاساسيه، بقيه الاسماء راح يبدا يلعب فيهم الشوط الثاني. لك 6 أو 5 تغييرات في المباراه الوديه. حلو. فاعتقد بامكانك تجرب اكثر من عنصر واكثر من واحد بدل السبعه المستبعدين. استغلال الامر النفسي ضروري جدا، الفوز يجيب فوز، التعامل مع المنتخب. نعم. انت راح تلعب مع منتخب تركمانستان القريب نوعا ما افضل من مستويات نيبال والصين تايبي، ولكن مقارب نوعا ما للمستوى العام لهم. فانت اجباري انك تلعب مع منتخب اليوم ما توقف، المنتخبات كلها تلعب. صح. مجموعات. صح. في فدي. فقط انت في فيديو لازم تلعب المباراه. انا ما راح اتكلم عن طاري التصنيف الدولي، اتكلم. نعم. عن اهميه المباراه، انك اللاعبين استغلال الامر النفسي انك تفوز على ارضك. حلو. الفوز حلو. حلو. الفوز نفسيات اللاعبين. اخر مباراه انت راح تلعب 14/11 راح توقف شهر تودع المنتخب. نعم. الفوز قبل الاستدعاء القادم هذا شيء ايجابي للامانه. نعم. للمدرب وللفريق، والوضع انا باذن الله ان الفريق قادم على معترك مهم. جميل. مباراتين مهمات في شهر 11. صح. انا اعتبرهم اهم من مباراه الاردن القادمه اللي بتكون في شهر 11. لازم تاخذ نقاط بالضبط. بلا شك. وتعامل الاتحاد للامانه حاليا بعد خطا استراليا، تعامل المباريات قطعه بمباراه بالقطعه ومباراه ستيب باي ستيب خطوه. نعم. خطوه. كل مباراه لحالها، كل مباراه تكون لحالها تفكير. حلو. مباريات كؤوس الان خصوصا امام الفرق هذه، راح تلعب 3 مباريات وياهم. ايه؟ مباراتين في شهر 11 ومباراه في 6. التسع نقاط هذه مع نقاط الأردن تشوف وضع المجموعات اعتقد كفيله في اخذ منتخبنا الى الدور الثاني ان شاء الله. ان شاء الله. ابو فرحان بروحك نقطه وايد مهمه، الصحافه اشوف المحليه مركزه على سالفة الانتصار والفوز اليوم ضروري، مع ان المباراة ودية، وعادة ما نقول ان المباراة الودية ما تنعكس يعني بالنتيجة كثر ما نبي نشوف احنا الأداء الفني، لكن اليوم نشوف نبي الانتصار، يحثون على الانتصار، ليش؟ استغلال اللاعب متى ما عاش حالة الفوز او تركيز ذهني وعاش حالة الفوز. ايه؟ اعتقد هذه حالة ايجابية نرفيها احنا من ناحية الاعداد. اعددنا في تم اعدادنا معسكر لندن، معسكر طويل لعبنا. حلو. في غرب اسيا شفنا فرحة اهل الكويت، حتى مع ان بطولة غرب اسيا بطولة ودية. صح. ولكن كان الفوز فيها على المنتخب السعودي صارت رسمية اتوقع غرب اسيا الاخيرة. لا الى الان غير رسمية. الان غير رسمية، خصوصا انك اذا تفزت راح اعتقد الحالة الاجواء الاعلام. صح. سواء مباراة ودية او غيرها، الفوز اعتقد يغير من نفسيات العالم. نعم. يغير من نفسيات الاعلام، يغير من نفسيات حتى احنا كاعلاميين وبرامج رياضيه. حلو. اتكلم عن الجوانب الايجابيه، اللاعب يعيش حاله تركيز ذهني ان الفريق قاعد يفوز، اللاعبين الجدد اثبات مستواهم، اللاعب البديل اذا اخذ فرصه اليوم اتوقع انه ياخذ فرصه انه ما يبي يفرط فيها، بيثبت. نعم. مكان يرسل. نعم. رساله لثامر العناد، يرسل رساله للمتابعين بالاتحاد اني انا موجود، مكاني ما راح احد ياخذه. نعم. انا افضل من البديل. فاعتقد فرصه للجميع لتقديم عرض مميز اليوم باذن الله للفوز. الفوز حتى لو كان ودي له ايجابيات وايد. تركمانستان شنو اذا عندك معلومه فيها، تصنيفهم عالي ولا اعلى من تصنيفنا؟ هذا رقم واحد. معاهم المباراه مصنفه. أي. مش اختيار منتخب تركمانستان، مصنفه ان بعد نتيجه القرعه هم معاهم لبنان بالمجموعه ومعاهم الكويتين، احنا معانا الصين تايبي ومعانا تايوان، فاعتقد طريقه لعبهم قريب فهم اختارونا وحنا وافقنا على المباراه، واعتقد المباراه مفيده للفريقين سواء الفريق الكويتي او فريق تركمانستان الضيف، فباذن الله ان شاء الله تكون مفيده وتكون مفيده للجهاز الفني ان شاء الله. مباراه حلوه انه عاد يعيد ترتيب اوراقه، يعيد ترتيب اموره، يحاول يطبق الطريقه الهجوميه اللي كانت شحيحه في الشوط الثاني مع منتخب الاردن. نعم. يحاول بعض الاسماء الجميله مثل مبارك الفنيني، عيد الشرشيدي، اعتقد فرصه لهم اليوم لانهم يلعبون اساسيين، يتعودون جو مباريات. عندنا كاس خليج ايضا. صحيح. قادمه بامكان ثامر العناد انه يستدعي بعض الاسماء. صح. اذا كانت البطوله طبعا باذن الله انها ما تكون يعني يكون تحت ضغط مطالبين فيها. إيه. الدش المنافسه، ولكن الهدف الرئيسي اعداد فريق احنا. نعم. حقها. والله رساله جميله، ان شاء الله يكون ثامر عاد قاعد يتابعنا، مبارك فنيني، عيد رشيدي، طالبينك كلهم نشوفهم بالملعب. نفتح جريدتنا الثانيه وهي الانباء ونقرا من خلالها. الاصابه تهدد الهدهود وانباء عن استقالات عايض. تعرض لاعب الفريق الاول لكره القدم بنادي السلمي محمد الهدهود لاصابه في ركبته امام خيطان بكاس الاتحاد التي انتهت لمصلحه السماوي بثلاثه اهداف مقابل هدف. الى ذلك تواردت انباء امس عن استقاله عضو مجلس اداره نادي السلمية احمد عايض، وذلك دون الكشف عن مسبباتها.
شفنا من خلال المباراة السابقة للفريق السماوي ونادي السالمية بخط دفاع الكامل، خلينا نقول بقيادة العزيز والقدير بطلال الكابتن مساعد ندى، ولكن بغياب محمد الهدود الخبير في الجهة اليسرى وإصابته، هل لها تأثير مباشر على فريق السالمية؟ اعتقد راح يكون له تاثير نظير لاصابه وانقطاع غازي القهيدي في نفس المكان، فاعتقد الا استعانه بلاعب من تحت 20 سنه اعتقد نعم مؤثر. محمد الهدود لاعب خبره، محمد الهدود له خبره كبيره يعني مؤثر في السالميه، اعتقد اصابته راح يكون لها تاثير لعدم وجود البديل اللي هو غازي القهيدي. اصابته غازي القهيدي هو المكان الاساسي في المكان هذا، فاعتقد نوعا ما السالميه قادر على ايجاد حلول، قادر ايجاد لاعب من المراحل السنيه للعب في هذا المركز. حلو. في كل سنه في هذا البرنامج يمكن بالتحديد نطلع بخبر عن نادي السالمية بتميزه بتنافسه مع الفرق الأخرى، ولكن نطلع بخبر بمعاناة الفريق كله بمحترفينه حتى بلاعبين المحليين بالمستحقات المالية. شنو يا إدارة السالمية ناقصكم؟ ما ندري. ليش يعانون اللاعبين المستحقات المالية؟ أيضا ما ندري. لكن باستقالة أحد أعضاء مجلس إدارة النادي أحمد عايض احد اسباب هذا الامر، اعتقد يكون قد يكون السبب هذا، قد يكون اسباب اخرى لم يكشف عنها احمد عايض. نعم. امور بالسالميه للامانه مزعجه، الفريق فاز فوزين، كل سنه يبدا بدايه قويه. صحيح. تقول ان الفريق ينافس على الدوري، لذلك انه ينافس على الفرق حتى اخر الجولات، ولكن اعتقد المشاكل الماليه. اتمنى للسالميه نادي كبير، انت ما تتكلم عن اي نادي، له رجالات وله اعضاء مؤثرين، اتمنى الالتفاف على هذا النادي لقطع هذه المشكلة على طول. الشيخ تركي وجه شاب مستحيل يكمل، مستحيل قادر على سد كل الأمور هذه، يعني القادسية عنده مداخيل، الكويت عنده مداخيل. نعم. مقارعة هذه الأندية الكبار من نادي السالمية أعتقد تحتاج وقفة، وتحتاج وقفة جادة من ناس المحبين للسالمية. عودنا السالمية على مدار السنوات الماضية أن يعني له رجالات تتدخل لوقف هذه العمليه. هل راح نشوف محترفين راح يقادرون السالمية بهالفترة الفترة القادمة؟ في أنباء أنهم غادروا، في أنباء أعتقد خلال يومين هذه اعتقد في حل المشكله. الفريق عنده مباراه امام كاظمه مهمه السبت، الفريق حقق فوزين، يعني اعتقد ان التعادل وفوز تعادل مع العربي فوز على الشباب، فاعتقد الفريق ظهر بصوره مميزه في اول جولتين. اتمنى ان الرجال السالمي تدعم الفريق لعدم ذهاب، انت تتكلم عن اليكس ليما، تتكلم عن فابيانو. حتى وان وجد البديل وجد لاعبين مؤثرين جدا وعناصر اجنبيه مؤثره جدا، فنتمنى من السالميه حل هذه المشكله على الاقل. لم يفي بيانو والكس ليما البقاء على ما تبقى، عدي بالضبط، عدي وال عدى لا خلاص، والدباغ والمحترف الاذربيجاني. ان شاء الله تحلون مشاكلكم السالميه وما نقرا هالاخبار المحزنه لكم. نواصل صحفنا المحليه ونقرا اهم كتب في جريده الجريده، حيث جاء بهذا العنوان: العربي واصل عروضه القويه في السله. واصل الفريق الاول لكره السله بالنادي العربي تقديم عروضه القويه بفوزه على نظري النصر بنتيجه 90-57، في حين نجح الكويت في مواصله انتصاراته هو الاخر على حساب اليرموك ضمن الجوله 11 من الدور التمهيدي لدوري كره السله، والتي شهدت ايضا فوز الشباب على التضامن والجرين على الساحل. شيء جميل إذا الواحد يتابع عن كثب ويعطيك شوية للأمام ويتوقع للأمام. مستوى العربي أبو فرحان أصاب في هذا الأمر في الحلقة السابقة، قال وقبل المباراة العربي قال بأن العربي سيقدم نفسه بشكل مميز من خلال متابعته لهم من خلال الجولات الأربعة والخمسة اللي لعبوها، وفي هذه الجولة فعلا أصبت وفاز على الفريق المباشر بالتأهل للفرق الستة المتأهلة، وفريق النصر كان يبي أو جارة خلينا نقول بالبداية الكوارتر الأول الثاني جارة العربي، لكن الكوارتر الثالث العربي قتل النصر من الوريد إلى الوريد إلى أن فاز. طبعاً 90-57 فرق شاسع وفرق كبير. نعم. العربي يثبت أحقية العربي اللي قدمه. أتكلم عن العربي قدم مستوى مميز، أعتقد ضمن التأهل حالياً للدور القادم. نعم. فوز على النصر، الفريق الآخر الشباب، فأعتقد مستوى الفرق بشكل عام قلت لك أنا مستوى هذا مميز. الكويت ما راح يكون الحالة متميزة الموسم هذا، في فرق قاعدة تنافس سواء القادسية، الجهرة، العربي، الشباب، كاظمة. نعم. فأعتقد الموسم هذا راح تصير الدور الثاني، الدور الستة
الدوري الممتاز راح يكون قوي شرس جدا جدا جدا. برايك هذيل اللي ذكرتهم هم الفرق الستة الأقرب الستة للتأهل. الشباب أوكي يعني استبعدت إحنا نقول النصر. النصر. باي باي اليرموك باي باي. اليرموك الجرين. الجرين هذيل باي باي. برقان تراهم قدم. برقان قاعد يقدم بس أعتقد هذول الستة الأقرب للتأهل. حلو من بعد الستة. من بعد الستة منافسة راح تكون شرسة شرسة جدا جدا. ستة الكل يحاول راح يروحون إلى الأربعة. لا الستة خارج دوري. الستة بعدين يروحون إلى الأربعة. أربعة يصير أفضل الكل ينافس نادي الكويت. 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 إذا منو الأربعة بتوقعك؟ أعتقد إن العربي ثابت مع الأربعة العربي والقادسية. كاظم والكويت. حلو توقع معقول ومن ياخذ البطل. ودي بالجهرة الجهرة إذا. لا والله بعيد. تبي ابو فرحان تبي الصج بعيد صراحه هو بطل كاس الموسم الماضي ولكن اعتقد ما قدم السنه هذه نتمنى يعود الجهره سله الجهره ايام الاداري نشط فيصل السلامه او سعد السلامه كانوا متميزين جدا في كره السله قدموا لنا فريق خلال المواسم الماضيه الثلاث الماضيه فريق قوي جدا فريق ممتع فريق قادر انه ينافس فاز على الكويت في اكثر من مره فاز على القادسيه ولكن في الامتار الاخيره كانت تنقص الخبره ظفر في احد الكؤوس حلو. هي كانت نتيجه الاجتهاد اللي عمله ابناء السلام في كره السله هم ابناء كره السله صحيح. ابناء اعتقد استقالتهم وابتعاد عن النادي هو السبب اللي اعتقد راح يخلي فيه دروب خفيف من الجهره. بروح الى نقطه مهمه وكونك انت متابع لكره السله المستوى العام انت تفضلت فيه سؤالات ايضا مستوى النادي العربي ايضا تفضلت فيه شنو ينقص كره السله خلينا نقول احنا او نعتبرها رساله الى اتحاد كره السله للموسم المقبل. محترف الاجنبي. محترف اجنبي واحد اثنين اثنين اي نعم بس تقلل حظوظ اللاعبين المحليين على الاقل تطور اللعبه على الاقل انك حتى تخلي واحد يلعب واحد احتياط او اثنين موجودين يعني تسوي لك اليه بحيث ان المحترف الاجنبي عندنا كره السله الامانه كنا رواد اللعبه هذه الناس كلها قاموا تجيب محترفين الناس تطورت الفرق تطورت جدا جدا كل دول الخليجيه عندها دوري محترف وعندها محترفين في السله حلو فهذا مستحيل انك تنافس وترجع الكويت ترجع زمن فيصل بولسلي او الخواري او السلامه صح. او السهو او الرجيبه انك عندنا عبد اللطيف اسعد البنوان لنا تاريخ جميل فهذا مستحيل الا بعوده اللاعب الاجنبي على الاقل يستفيد منه الاحتكاك نعم في انديه يمكن الوحيد اللي راح تستفيد الكويت القادسيه كاهي اللي قادر على دفع مبالغ نعم. مهما كان المحترف احتكاك معه راح على مدى السنوات القادمه راح يصير فائده فنيه صح برافو كان الدوري عندك قوي يكون عندك منتخب قوي يكون الفرق كلها قويه فاعتقد عوده المحترف الاجنبي هي السبب هي ان شاء الله باذن الله انها تطور في السله قوام الطائله اعادوا اللاعب الاجنبي اي فلذلك السله اتمنى تحذو حذوها والقانون الجديد اللي زادوا قبل كان لاعبين اثنين غير كويتيين الحين زادوا صاروا ثلاثة هل هذا أفادهم؟ هذا ما شفنا تطور نادي الأندية هي تنافس خلال المواسم السابقة نعم. مع فارق كبير نادي الكويت نوعا ما يفرق يتنافس القادسية على حدة على كاظمة ولكن أعتقد المستوى ثابت الآن حتى العودة هذه عودة اللاعب ثلاث غير كويتين ما شفناها نتائج إيجابية نعم عيالنا ولاعبيننا عيال الكويت يحق لهم اللعب ولكن نتكلم عن فائدة فنية ما تقارن بفائدة اللاعب الأجنبي نهائيا نروح إلى آخر صحفنا المحلية لهذا اليوم وهي صحيفة القبس حيث جاء فيها الفاضل يحق لقب وصيف العالم حقق اللاعب عبد الله الفاضل لقب وصيف بطل العالم في بطولة العالم للدرجات المائية 2019 فئة كبار المحترفين ستوك التي أقيمت بولاية أريزونا الأمريكية وقال المدرب الوطني أحمد الدواس الذي يشرف على تدريب الفاضل إن المنافسة في السباق كانت على شدها خصوصا أن البطولة تضم العديد من المتسابقين المميزين عالميا يا زين الصورة ويا زين العلم في الصورة ويا زين الابتسامات عندما تحقق وترفع اسم الكويت وتسمع حتى النشيد الوطني وتسمع اسم كويت بالانجليزي في هذه المحافل الكبيرة العالمية تعليقك على هذا الانجاز اللي حققه المتسابق عبد الله الفاضل في مثل هذه البطولات العالمية لا شك ان انجاز مهم انجاز سجل الكويت تتكلم عن بطولة محترفين مش اي بطولة عادية صحيح. بالعكس انا اتوقع المدرب في دعم من الهيئة بان انها تكرم اللاعب هذا وتقيم له حبه وتقيم له جائزه انجاز غير مسبوق نعم. اعتقد في امتداد لانجازات سابقه ما احنا متابعين اللعبه الشمالي اعتقد عودنا على الانجازات نعم. هذه عودنا محمد الربيع بالضبط عودونا على بس اعتقد ان كوصيف هذا انجاز يسجل للكويت نتمنى ان الهيئه تقدر الانجاز هذا اي واحد يقدم شيء للكويت صح. في اي لعبه ويرفع علم الكويت يستحق التكريم اللائق يستحق الحفاوه اللائقه نعم. لهذا اللاعب نتمنى له التوفيق
احنا نحييه، يمكن ما نعرف قوانين اللعبه ولكن يكفينا اسم الكويت، يكفينا العلم اللي فرح كل كويتي. والله ابو فرحان ذكرتني بالشمالي علي. هنا. والله والله كانت له يعني صولات وجولات بالضبط، وعلي كان يشارك وفي ناس اعتقد كانت بدايه اللعبه اعتقد انه كان يدفع على حسابه ويشارك على حسابه مره. والله عرفنا باللعبه اقول هنا عرفنا باللعبه ماخذينها متعه الأمانة. لكن شفناها واللي اسمه قاعد نذكره بعد السنوات هذه انجاز يسجل اللاعب هذا اللي نشكره باذن على ان عرفنا اللعبه وكان يرفع اسم الكويت للامانه على الشمال. تدري بعدين وين راح من بعد الماي؟ راح للتراب، راح سيارات التراب ما شاء الله الفورمولا، ويعني مساعد وحاول هذا، بس هو يبقى بالماي هو الافضل. عساكم على القوه جميعا لكل رياضي قوي فعلا يرفع اسم الكويت في المحافل الخارجيه. اكيد بلا شك الدعم متواصل من قبل الجهه الاعلاميه بتلفزيون الكويت، بمحطات اذاعه تلفزيون دوله الكويت، وايضا حتى بالقنوات الخاصه. لذلك احنا وياكم ونشد على ايدكم، وان شاء الله نكون وياكم وين ما كنتم. اليوم يذكروني بعد الاخوان المباراه ما بين منتخب الكويت ومنتخب تركمانستان على استاد جابر الدولي الساعه 7 7 المساء. لا وجوده فرحان منتبه. نعم وجودهم صحيح. حتى المباراه وديه وجود الجمهور يحفز اللاعبين، يحفز الاسماء الجديده. نعم. حتى اللاعبين تكون عندهم رده فعل. والله اقول ان شاء الله الجو هم حلو بعد الواحد يعني باذن الله شوي الجو ما يساعد الرطوبه الزايده اليوم. على العموم شكرا لك ابو فرحان الاستاذ ماجد مهندي على تواجدك اليوم ويانا في ما بين السطور. شاكر لك ابو شاهين وشاكر على سعه صدرك حبيبي. لا اوه يا زينك انت. بعد الانتهاء من جولتنا المحليه لهذا اليوم نذهب لفاصل قبل البدء باستطلاع الصحف العربيه مع ابرز العناوين. نبدأ مع الصحافة العربية والجزيرة السعودية. الأخضر في مواجهة تاريخية أمام فلسطين نحو تعزيز الصدارة. وفي الراية القطرية العنابي في أصعب محطات التصفيات. وفي الدستور الأردنية منتخب النشامة يتمسك بالآمال أمام نيبال اليوم. أولى صحفنا العربية ستكون الجزيرة السعودية والتي جاء بها الأخضر في مواجهة تاريخية أمام فلسطين نحو تعزيز الصدارة. خطوة أخرى يخطوها المنتخب السعودي مساء اليوم الثلاثاء في ثالث مواجهته وضمن الجولة الرابعة في التصفيات الموحدة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم، والتي ستقام على الأراضي الفلسطينية في مواجهة تاريخية مع المنتخب الفلسطيني يبحث معها الأخضر للتشبث بالصدارة التي عاد لها بثقة الكبار، ويسعى للابتعاد في الصدارة والاقتراب من التأهل. بلا شك هي مباراة تاريخية، وهنيئا للمنتخب السعودي اللي تواجده أكيد بالأراضي الفلسطينية، وكل التوفيق للفريقين. أكيد إحنا طرف محايد ونتمنى أن نرى مباراة جميلة من قبل المنتخبين. نذهب إلى صحيفتنا الثانية وهي الراية القطرية بهذا العنوان: العنابي في أصعب محطات التصفيات. يبحث منتخب قطر الوطني الأول لكرة القدم الليلة عن 6 نقاط وليس 3 نقاط في المواجهة القوية الصعبة التي تجمعه مع شقيقه العماني، وتمثل المباراة بالفعل 6 نقاط إذا استطاع العنابي حصد الانتصار والفوز باللقاء، حيث سيوسع الفارق بينه وبين المنتخب العماني منافسه الأول ومنافسه القوي على صدارة المجموعة. ثالث صحفنا العربية ستكون الدستور الأردني والتي جاء فيها: منتخب النشامة يتمسك بالأمال أمام نيبال اليوم. يرفع المنتخب الأردني لكرة القدم شعار الفوز عندما يستضيف مساء اليوم نظير النيبالي على استاد عمان الدولي في ثالث مواجهته للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا لكرة القدم، ويحل المنتخب الأردني بالمركز الثالث متأخرا عن المنتخب الكويت بفارق الأهداف ولكليهما 4 نقاط، فيما تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 6 نقاط،
وحل منتخب نيبال رابعا برصيد 3 نقاط، واخيرا الصين تايبي بدون نقاط. صحفنا المحلية والعربية لهذا اليوم انتهت، فاصل ونواصل معكم الصحف العالمية. نبدأ مع الصحافة العالمية من صحيفة أبولا. الدون يسجل رقما تاريخيا. وفي صحيفة الإكيب غريزمان يحذر منتخب بلاده. وفي صحيفة ميرور باركلي يحقق رقما فريدا مع الأسود. حياكم الله مرة أخرى فيما بين السطور، نستهل جولتنا العالمية من صحيفة هابولا. الدون يسجل رقما تاريخيا. تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل رقم تاريخي مميز في مواجهة أوكرانيا والتي انتهت بخسارة البحارة بهدفين لهدف في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020. واستطاع القائد البرتغالي من هز شباك أوكرانيا بهدف من ركلة جزاء ليصل إلى 700 هدف على مدار مسيرته، رغم عود الواحد حتى صعب يقوله. كما وصل الدون إلى هدفه 95 مع البرتغال ليصبح على بعد 14 هدفا من الرقم القياسي للإيراني علي دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكافة منتخبات العالم. ووصل رونالدو إلى 700 هدف خلال مشاركته في 974 مباراة سواء مع الأندية أو مع منتخب بلاده، وأحرز أفضل لاعب في العالم 5 مرات 605 أهداف هدفاً بقمصان 4 أندية هي سبورتنج لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي. الرقم عود، الاسم صعب، واللاعب عود بعمره وأدائه مع منتخبه وفريقه. جايز لك يوسف؟ جايز لك يوسف. نذهب إلى صحيفة الإكيب الفرنسية. غريزمان يحاذر منتخب بلاده. تحسر أنطوان غريزمان مهاجم منتخب فرنسا على التعادل مع تركيا بهدف لهدف في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، وقال غريزمان: أشعر بخيبة أمل لأننا قدمنا مباراة كبيرة ولم نؤدي بهذا المستوى المتميز منذ فترة طويلة. وأضاف: كنا نعلم خطورة الفريق التركي في الكرات الثابتة، لذا أنا منزعج، يجب العمل والاهتمام بتفاصيل صغيرة يمكن أن تتسبب في فشل المنتخب بالتأهل لأمم أوروبا أو كأس العالم. وأردف غريزمان: لم نكن متميزين في إنهاء الهجمات، لقد أهدرنا العديد من الفرص ولم يحالفنا الحظ، إنه أمر وارد في كرة القدم. نذهب إلى الصحيفة الأخرى وهي صحيفة ميرور. باركلي يحقق رقما فريدا مع الأسود. سجل لاعب الوسط روس باركلي هدفين للمنتخب الإنجليزي بالشوط الأول من مباراته مع مضيفه البلغاري يوم أمس الاثنين ضمن المجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم أوروبا 2020. وسجل نجم تشيلسي هدفيه في الدقيقتين 22 و32 الأول عندما أرسل له رحيم ستيرلينغ الكرة على طبق ذهبي أمام المرمى ليودعها الشباك من مسافة قريبة. والثاني جاء عندما تابع برأسه عرضية متقنة من اللاعب هاري كين. وفقا لشبكة سكاي سبورتس، فإن جميع أهداف باركي الستة مع المنتخب الإنجليزي جاءت خلال مباريات خارج الديار بتصفيات اليورو. قلت لك لمنتخب انجلترا وباركلي بالتحديد نجوم كثر شباب احنا نقول او عناصر قادمه بقوه للمنتخب الانجليزي، نتمنى فعلا المنتخب الانجليزي نراه بصوره مميزه مختلفه عما رايناه سابقا وان يحقق اي بطوله امامه. الفريق يحتاج إلى تحقيق بطولات أكثر من نجاح في المستوى الفني.
وصلنا للختام، الوعد يتجدد فيما بين السطور، مع السلامة.